جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من قنا في جمهورية مصر العربية المستمع سيد أحمد محمود بعث برسالة يقول: لدي منزل وهو فائض عن حاجتي، وتسكن به أختي منذ 20 سنة، فلديها أولاد كبار، وقدمت على أن أهدم المنزل لكي أبنيه من جديد، لكن والدتي رفضت وقالت: إذا فعلت هذا فلن أسكن معك، ويبدو أنها ترغب أن تسكن به أختي. ما هو توجيه يحفظكم الله؟ هل أقدم على ذلك الأمر أم أنتهي رضاء لوالدتي ولكي تبقى أختي وأولادها في ذلك البيت، ولا سيما وأنه فائض عن حادثي كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. نوصيك بعدم العجلة والتأخر في هذا الأمر لأجل إرضاء والدتك ولأجل حاجة أختك وأولادك. هذه صلة رحم ورضا لوالدتك، وأنت على أجر إن شاء الله، لا سيما وأنت لست محتاجا إلى أهل البيت وهو فائض عن حاجتك كما تقول. فالأفضل والأولى أن لا تستعجل، وأن تنتظر حتى يحصل القناعة من والدتك ومن أختك وأولادها في التخلي عن هذا البيت. نعم.